سابقا في الاختبارات لما تحل اسئله وفي سؤال تحصله صعب اذا ما ضيعتك فيه تتمره تحل باقي الاسئله ثم ترجع له. لكن انا تكون في بالي اشياء بقولها ونسيتها، اتذكرت شيء جديد اقوله ثم ارجع للاشياء اللي كنت متذكرها وكنت ناوي اقولها قبل. نقطه سريعه في موضوع انك لما نسيت الموضوع، وانا بشرح لكم موضوع تذكري الان اثناء بس شرحي نسيت السالفة اللي كنت بتكلم فيها. نعم الكع لما ترجع وراء عقب موضوع الامر والتسريح، الضغط والتسريح قبل شيء ذكرته، مرات الكع الحصان سواء شرحت او ما شرحت اعطيت امر كعه، صادف ان اثناء الكعه كان متوقع ارخاء او مكافاه مباشره فبالغ في التوقع، كان موجود ما راح يسحب بس توقع انك بتعطيه فكنا يحتري اعطاء العنان. عقب ما بطل وعقب الكعه استمر امر بالكع يوم يرجع وراء ثم عقب الرجوع اكافئه، مو على طول اعطي عنانه، ارجع وراء كم خطوه بعد الكعه ثم اعطيه. مرات عقب الهذب الطويل او المسافه الطويله الحصان جسديا ما يكون متوقع او على الاقل ما يكون جاهز لريوس قوي عقب الكعه، نفس الوقت الحصان مو قايل لك لا، ما عنده مانع يعور نفسه ارضاء لك. فاللي يصير انك سد وقارب، الفكره لابد منها اللي انك صادف انك لما كعيت ما كعيت وتوقعت رجوع فما فضيت تكت او سحبت، فمواكبة اللي انت سويته بخليك ترجع ورا شوي انك بتفضي بعدك هناك واعطيك ونحرك قدام، لكن جسمه مو بقادر على الفعل اللي انت تبغاه بالضبط نفس الوقت بيعطيك اياه، فانت بطئ رجوعه بنفسك، يعني استمر امره بامر الرجوع، ومن يوم يرجع ورا لا تبالغ في امر الرجوع واضح، يعني واكب خلينا نقول ضعف جسمه او استرخاء جسمه اللي سيحصل اخر الشغل او اخر الطلعه. تلقاني اسوي نفس الحركه في نص الطلعه او اخرها بس بسلاسه اكثر من ناحيه اليد والجسم مراعاه لارتخاء او خمول جسم الحصان، زي لو انت تسوي تمرين ركبتك او جسمك فعلك له في البدايه يكون بحدود انك ما سخنت، فعلك له بالنهايه ما يكون بشكل واضح بحدود انك تعبان، لكن فعلك له بالمنتصف لما تكون مسخن نفس الوقت انت تعبان تجيب هدف يلي هذاك. هنا الرجوع للخلف عقب الكعب مع حصان في نص الطلعه في قمه نشاطه اخليه قوي جدا، بدايه الطلعه يكون بحدود عشان الحصان ما بعد سخن، في اخر الطلعه يكون بحدود الحصان خامل او جسميا مو مستعد للشيء ده. فالفكره تستمر لكن تسويها بحدود قدره الحصان الجسميه والنفسيه.